من الآثار المصرية القديمة بحقيقتها المختلفة. فيها حاجات من العصور ما قبل التاريخ مروراً بالدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، حتى العصور المتأخرة. مجموعة من التماثيل العصور المتأخرة ما تسمى التماثيل الجنسية، مجموعة من العقود من حجر الفيانسي تشتهر به متاحفنا وتتزين به متاحفنا، بعض من الكارتوناج ما يسمى الكارتوناج الخشب المقوى عليه دقائق الوان النقوش، تمثال رائع جدا لما يسمى الروح في البعض عند المصري القديم، انها بتضيع روح المتوفى لعالم الاخر. اللي فوجئت بيه كان ما كانش باين في الصوره قوي، لكن ده اروع قطعه موجوده على الاطلاق ما بين المجموعه المتميزه هنا. لما ظهر معانا الهيروغليفي هنا نبع ماعت رع، سيد عداله رع، هو الملك امنحوتب الثالث. بقايا الذهب بالظبط، بقايا الذهب على الذهب، وكان جواها المومياوات، مومياء حورس. ده المنظر، وده هنا المنظر اللي بيتعمل عليه ما يسمى بعض الاحيان بيتعمل كارتوناج، بعض الاحيان من المعدن، اللي هو الماسك. الاله بتاع سكر، بتاح سكر، ده بيبقى جزئين. بعض احيان بيتعمل هنا تميمه نذريه من قدام بتحط فيها بقايا مومياوات، ودي بيبقى بالشكل ده، تركيب عاشق ومعشوق. بياخد لون اسود، رمز من رموز حياه ما بعد الموت في العالم الاخر. يعني كان في تحيات قضائيه متبادله فيما بين الدولتين، النيابه العامه في مصر والسلطات المعنيه في الجمهوريه الفرنسيه. والحقيقه كان نتاج التعاون القضائي ده بضبط يعني عصابه اجراميه كانت بتتولى سرقه وتهريب الاثار الى فرنسا. باجراء التعاون المشترك تمكنا بالتعاون مع السلطات الفرنسيه من استرداد هذه القطع، ويعني قدمها لنا الجانب الفرنسي صباحا. شكرا. معالي المستشار حمد الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية، سيدات والسادة، نحتفل اليوم بإنجاز جديد يضاف إلى سجل حافل من الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية، تلك العلاقات التي تتعزز يوما بعد يوم وتتجه نحو أفاق أرحب من التعاون والتنسيق والشراكة الاستراتيجية على كافة الأصعدة، والتي تستند إلى إدراك من الجانبين للمصالح المشتركة ورغبة حقيقية في تعظيم تلك المصالح اتصالاً بالمكانة الدولية والأوروبية لفرنسا والمكانة الإقليمية لمصر كدولة محورية لها دور فاعل في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، فضلاً عما يمثله البعد الثقافي والحضاري من عامل محوري يسهم بكل تأكيد في توطيد العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين. وهنا لا يمكنني سوى أن أشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي كانت عاملاً محورياً في نسج خيوط تلك العلاقات وتطويرها ومضاعفة مجالات التعاون المشترك بين البلدين على مدار السنوات الأخيرة. فقد تأسست تلك العلاقات منذ اليوم الأول على ركائز متينة من الثقة والاحترام المتبادل والفهم المشترك للواقع الذي يجمع البلدين، وهي العلاقات التي كان لها دور كبير في وصول التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا إلى هذا المستوى من الشراكة الاستراتيجية في العديد من المجالات. وفي هذا الإطار أود الإشادة بالتعاون البنائي والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، الذي كان له دور كبير في تعزيز الشراكة القائمة بين بلدين، وساهم في الوصول إلى هذه اللحظة التي يحتفل فيها الجانبان باستعادة مصر ل 114 قطعة تنتمي إلى التراث المصري العريق، حيث تعد تلك اللحظة إحدى ثمار هذا التعاون القضائي المتنامي الذي عكفت عليه النيابة العامة المصرية دون كلل بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات الوطنية المصرية. ويهمني في هذا الإطار تسليط الضوء على الجهد الذي واصلت مصر بذله على مدى العقود الماضية تعزيزاً لأدواتها القانونية والتشريعية
لحماية آثارها ومقتنياتها الثقافية والتراثية بالتوازي مع عمل جاد تقوم به الحكومة المصرية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل حشد المجتمع الدولي للتكاتف والتنسيق للقضاء على النشاط الإجرامي لشبكات الإتجار في الآثار والمقتنيات الثقافية، وهو الجهد الذي نسعى إلى مضاعفته خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الجانب الفرنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، السيد فيليب جيشار نائب مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية الفرنسية، السيد دي بريجيه رئيس المكتب المركزي لمكافحة الإتجار في المقتنيات الأثرية بوزارة الداخلية الفرنسية، السيدات والسادة الحضور الكرام. يسعدني في بداية حديثي أن أرحب بحضراتكم جميعاً في هذا الحدث الهام الذي هو ثمرة تعاون قضائي فعال بين النيابة العامة المصرية والسلطة القضائية الفرنسية. إذ نسمن هذا التعاون ونؤكد ضرورة استمراره في مواجهة شتى صور الجرائم، خاصة جريمة تهريب الآثار المنهوبة، حفاظاً على التراث التاريخي والثقافي المصري، وهذا ليس بغريب على البلدين، إذ أن العلاقات القضائية بينهما هي علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقاب بعيدة، فلقد كان ولا يزال الكثير من أعضاء النيابة العامة المصرية والقضاة المصريين يستعينون بما ينتهي إليه الفقه القانوني والقضاء الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية. السيدات والسادة، إن جريمة تهريب الآثار اللي هي واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية وتنال اهتماماً بالغاً بها باعتبارها إرثاً تاريخياً ثقافياً هاماً، وأن النيابة العامة في خضم ذلك تسير وفق خطة تواكب استراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها العريق، وأن النيابة العامة لتبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة مجهودات كبيرة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ليأتي هذا اليوم تتويجاً لثمار هذه الجهود في مراحلها الأولى باسترداد الدولة المصرية 114 قطعة أثرية مصرية من الجمهورية الفرنسية، ولسوف تظل النيابة العامة حريصة أشد الحرص على التصدي لجريمة تهريب الآثار المصرية خلسة خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها بشتى الصور وعلى كافة المستويات، متخذة في سبيل ذلك كافة الآليات القانونية الممكنة وسبل التعاون الدولي القضائي، وهي على ثقة تامة بمشاركة كافة جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة مشاركة فعالة في هذا السعي باختيار الدولة المصرية بهذه الوقائع الإجرامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. السيدات والسادة، إننا وبهذه المناسبة وفي ظل هذا التعاون الإيجابي المثمر نؤكد على ضرورة استمراره بفاعلية بين كافة الجهات المختصة بالدول المختلفة لمكافحة كافة الجرائم التي تهدد الإنسانية في ظل العولمة والتطور التكنولوجي اللذين كما ساهم في تطور الحضارات استغلهما المجرمون في تحديث وسائلهم الإجرامية، كما في الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وكذا جرائم الإرهاب وغسل الأموال والإتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، ونؤكد
على ضرورة وضع خطة استراتيجية خلال الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي في مجال التحقيق الجنائي وتقنياته المستحدثة للكشف عن الجرائم، خاصة هذا التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذلك تبادل البرامج التدريبية لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين. أيها السيدات والسادة، ختاماً إننا نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لما بذلته وزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية لدى فرنسا من مجهودات بالتعاون مع السلطات الفرنسية المختصة في إتمام إجراءات استرداد الآثار المصرية اليوم، داعين المولى عز وجل لكافة المؤسسات المصرية بمزيد من التقدم والتوفيق والسداد والرشاد. حفظ الله الوطن ومقدراته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.